بهدف مكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء الحامية للبيئة في محافظة واسط، نظمت مجموعة من الشباب المتطوعين حملة تشجير في مدارس مدينة الكوت ومؤسسات أخرى. احنا فريق تطوعي بلشنا شغل حملات التشجير وحملات التنظيف، حاليا هسه احنا بحملات التشجير في محافظة واسط. العمل مالتنا حاليا بلشنا لأنه انتهى فترة الصيف، بلش الجو يصير حلو. الحملة بلشنا بها 50 مدرسة، كل مدرسة 50 شتلة. الحملة التي أعطاها الناشطون اسم مستقبلنا أفضل تهدف هذه السنة لمضاعفة نشاطها بعد الإقبال الكبير على ما يقومون به لحماية البيئة من قبل المدارس. هدفنا في هذه السنة زراعة 50 شتلة في 50 مدرسة في عموم محافظة واسط، بعد أن لقينا اهتمام ودعوة من المدارس والإدارة والطلاب إلى زراعة هذه المدارس التي لا تحتوي على أي شتلات أو شجيرات دائمة الخضرة. وكانت ذلك الخطوة بعد أن لقينا عدم استحسان من المواطنين أو من البلدية بالاعتناء في الشتلات التي كنا نزرعها في الشوارع العامة، وكانت بالنهاية تؤدي إلى موت الشتلات. قاموا الشباب بتجهيز شتلات من مشاتل بلدية الكوت، وبدأوا اليوم في إعدادية الكوت المسائية للبنات كخطوة أولى، وإن شاء الله الأيام القادمة يقومون بتشجير المدارس المتبقية وبعض الدوائر الحكومية. ويؤكد فريق حملة مستقبلنا أخضر التطوعي لزراعة الأشجار أنهم سيستمرون بنشاطهم الذي يرون أنه يجب أن يصبح نهجا حكوميا ونشاطا أساسيا في المحافظة لحمايتها من التصحر وآثاره.